sit by myself. قبل التيشيرت ومش عايز ياخد حقه. فل اب سينجوتانا ولا تعال اسمع ليا للاغنيه بس. الى اللانهائيه فما بعدها غرق. يو ناس كتير فاكره ان الاسماعيليه ما هي الا بلد المانجا والاسماعيلي ومدينه من مدن القناه، بس اللي انت ما تعرفوش ان الاسماعيليه مدينه جميله جدا وتقدر تتفسح فيها. فمعانا ورد مرشدنا النهارده، فيلا بينا نشوف الحوار ده. ام حماس يا اخي على بلديات. وعشان تروح اسماعيليه هتركب تويوتا من رمسيس ب 35 جنيه او من موقف المرج ب 25 جنيه. اسماعيليه جنبنا هنا يا دوب ساعه. اول ما تنزل من الموقف لو هتفطر في محل هناك اسمه ابو علي، اشهر مطعم هناك. هو عنده كل حاجه، عنده بقى سندوتش كده. تعال نشوف. تعال نشوف. السندوتش طلع ب 3 جنيه، فيلا بينا عشان واحد طعمه عليه. ما نفسكش تروح مكان بيعمل اوبن بوفيه؟ الفطار عنده اوبن بوفيه؟ الواحد ربك هو الواحد. اتنين يا الحسن يا الحسين. تلاتة بالله العظيم ما جاينا تاني. أربعة صحبتنا حلوة مربعة. التاكسي هنا لون الأخضرني. وقفنا التاكس وركبنا، ولا قلنا له رايحين فين ولا سألنا رايحين فين. انا كنت بعدل الكوتش مش لا، بس الفكرة يعني عندنا في القاهرة لما باجي اوقف تاكس بقول له المكان اللي انا رايحه وهو براحته. يعني دي المقصورة؟ ايه المقصورة دي؟ المقصورة المنصورة ايه؟ انت بتشجع ايه؟ انا الدراويش طبعا. لا اقول لك ايه، ما تجاملناش، انت بتشجع الاهلي منزلها. لا لا مسامي فيش مرازي اسمع لي. الفنار مكانه في البلاجات، ده محل سمك اصلا، بس لو جيت قبل الساعه 12 هتلاقي الفطار اوبن بوفيه. وهتلاقي كل ما لذ وطاب، فول وطعميه، لانشون وجبنه رومي، كورن فليكس ولبن. الحساب 55 جنيه الفرد وبتاع 15 جنيه و40 قرش ضرايب لينا احنا الاثنين. وبعد ما تاكل ممكن تقعد بره، تطلع بره تقعد على البحر. شايمة بجد بجد شايمة شامة ريحة الفيو. وأول ما تخرج من الفنار لو بصيت الناحية التانية هتلاقي في وشك الكورنيش، بس هو تقريبا محدش يعرف إنه كورنيش. وفي فلوكة واحدة تقريبا لو لقيتها هتلاقي الربع ساعة ب 100 جنيه. وجنب الفنار بشوية اكتشفنا المكان الجامد ده اسمه إكستريم. في مطعم وكافيه وبلاي ستيشن، واحلى حاجه هناك الفيديو جيمز، ويعتبر ببلاش. كل الالعاب ب 30 جنيه. تقدر تلعب كل الالعاب ب 30 جنيه للفرد بعدد لا نهائي من الكوين. كله راح. يا ورد دي بتنزل ميه بجد. اختاري الفيلم يلا. The Last of the Life 2. هم كلهم رعب. The Last of the Life 1. والموضوع يشمل الفي ار كمان. اعمل ايه؟
يا ست ما لا لا طلع فيلم رعب. يلا يا ورد 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 اوعى يا ورد اوعى يا ورد يلا يا شواحة يلا يلا مفيش وقت يا بنت قلت فينا يا ربنا ايوه يا ورد ايوه يا ورد يا حلاوة المولد السكور 22 والهاي سكور 352 عاش يا ورد هتسابقينا النهاردة؟ مجرمة سباقات هو انا هسيبه هو ولا سيبك انت؟ سيء زي السهم ماشي زي الكريلا هي بتمشي بإيه؟ ده انت على الله خالص بالعربية ايه يا موسى انا مخنوقة افتح عالم واجهة واللي قادرة في خوفها العربية من غير سلك اوعى ردي ردي على التليفون لا انت فعلا في العربيات ما عندكش هزار مبسوط بطيخة اي فاكهه بيقطعها في كاب كده وبيبيعها اي حاجه نجيبها له يقطعها لنا ايوه مانجا مانجا بصي خوليو لو بطيخه وقعت على عينك طبق المانجا هناك ب 40 جنيه والعصير السموزي ب 25 عامل ايه؟ بجرب اسماعيليه والله جاب لي التيشيرت ومش عايز ياخد حقه وراح جابه من اخر الدنيا وبتاع انا اسمع لاوي يعني الازرق والاصفر فخلي بالك الله يخرب بيت دي لسيبس طيب فرصة سعيدة جدا وانصحك تتمشى لنمرة 6 أحلى شارع في إسماعيلية الإسماعيلية السحر الجمال الاستحمام وحرفيا كله جنان مفتوح مساحات خضراء إلى ما لا نهاية ده غير النشاطات اللي تقدر تعملها هناك الإسماعيلية كلها بتيجي تتنزه هنا يوم الجمعة يوم الجمعة كتير قوي نشوي كلنا بقى او يوم شم النسيم مثلا يجي كلنا ناكل فسيخ هنا والبيتش باجي اللفة ب 10 جنيه تعرفي تسوقي يلا بينا جدا الى اللانهائية فما بعدها غرق كلكس كده مست على ايه ما اعرفش عزب المية يلا يا ورد يلا يا ورد يلا يا ورد احود يمين تحدف شمال يا تحت السواقة
رايك في البيتش باجي؟ عايزه اتنفض دلوقتي. والغدا لازم يكون عند ابو رشا العجيب. ايوه المفروض هو بتاع سمك، بس ورد قررت تجن وتاكلنا رنجه. انا بحب يلا بينا. انا بدور على رنجه. كيلو بوري ب 100 جنيه يا حبيبي يا بلاش. الرنجه مش في المنيو. هي فين سلطه الرنجه؟ مش كان بيبقى فيه سلطه رنجه كده موجوده في ده كده؟ ايه ده رنج؟ ماشي مسميها رنجي مش رنجة. واحد سلطة رنجي. لما دي المقبلات، لما الاكل شكله عامل ازاي؟ خايفة بقى هي دي الرنجة. ايه؟ لسه راجع من الجيم. لا خلاص. لا خلاص لسه راجع من الجيم. يا جابري. والله جامدة. ممكن حد يقول لي ايه اللي بيحصل ده؟ انت بتشربي بيبسي مع الرنجة؟ المشروب الرسمي ايه ده بقى؟ معرفش. شوربه بتاعت ام الفلول رائعه. الفول ده ب 20 جنيه. يا جمال النيل. ليه انا؟ ولا المشكلة في ايه بقى؟ ان احنا فطرنا ب 60 جنيه واتغدينا ب 20 جنيه. اسماعيلية. في نهاية اليوم انا اول مرة اتحط في الموقف ده في حياتي، ان اليوم يخلص مني وانا لسه ورايا حاجات كتير اعملها، زي عم رامي وسباق العربيات والبولينج، وكنا نركب فلوكة. بجد 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 اسماعيلية من اجمل المدن اللي ممكن تروحها، ورايقة جدا وهادية جدا وجميلة ونظيفة جدا، واهلها طيبين قوي وكرمة جدا، وبجد انا ما شفتش كده في حياتي. لازم تزوروا اسماعيلية. وشكرا جدا لورد. وفي النهاية حبيت اوصل لكم ان في اماكن كتير نقدر نكتشفها في مصر، وان احنا نقدر نسافر وننبسط على قد فلوسنا او باقل تكلفة ممكنة. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب هب هب.